السلام عليكم، والله يسعدك لأوقاتكم بكل خير. كيفكم حبايبي قلبي؟ ان شاء الله طيبين. ابشركم اللهم لك الحمد على احسن فضل دعواتكم الطيبة، الله يحفظكم لي. وحابة اشكر دنيا لانها لفت انتباهي. اكيد الله يشفي كل مريض شو ما كان جنسيته شو ما كان دينه، الله يشفي كل مريض يتألم وفرج هم كل مهموم، وأسعد كل من ضاقت عليهم الأرض. في بنات قالوا لي إن في عندهم أهل مريضين، يا رب إن شاء الله يمتعهم بالصحة والعافية. ومثل ما أقول دائما، يا رب الله لا يحرق قلب أم على ولدها. طبعا في ردود قريتها بالإيميل تتعلق بالديانات وهيك. حبايبي، أنا عني أحترم كل الديانات السابقة والكتب السماوية التي أنزلها ربنا على كل الرسل والأنبياء اللي بعتهم لهداية البشرية. والحمد لله في قرآننا الكريم في آيات تأكد هذا الشيء. ديننا دين السماحة والهداية، وفي تعليمات الاتباع وتتضمن الإحسان إلى الديانات الأخرى خاصة إلى إخواننا المسيحيين، وأيضا في آيات في القرآن تقول هذا الشيء. طبعا الديانة لله ربنا، ما أمرنا نسأل غيرنا نهائي، بل أمرنا نحترم ديانته. وعني أقدر الإنسان كإنسان مهما تكون ديانته أو علاقته بربه، اللي يهمني إنه هذا الإنسان يحترم ديني، يحترم نبيي وقرآني، يعاملني بأخلاق وبأسلوب حسن. وعلى عيني وراسي من فوق كلكم حبايب قلبي. أيضا في قريت في بعض الردود، في ناس سألت لبعض: حبايب قلبي، أتمنى نتخلص من عقدة الشتم والرد بالأسوأ. لهنا تسألنا أجمعين احترام وجهات النظر وتقبل الاختلاف والخلاف، يعني رائع ما يتعلم الإنسان من دونه. بمعنى وجب احترام أخيك المسلم واحترام الغير المسلم واحترام دينه. للأسف نحن صرنا نشوف الكل يسب الكل. عني لو الاختلاف والخلاف لما تعلمت شيء بحياتي. آخر شيء أقول لكم حبايب قلبي، الله يسعد لياكم وأرجع أشوفكم على خير، وأتمنى تكونوا فهمتوا كلامي لأنه كتير أتعثر بالكلام. مشكورين.